اخوات مش اخوات، حاولنا ان احنا نتناقش معاهم ونشرح لهم وجهه نظرنا. هم شايفين ان احنا غلط، شايفين ان تفكيرنا غلط. التصرفات معانا كانت من ضمن الجنائيات، كان في يعني شويه عنصريه. بنات هم يعني بذنبهم هم فعلا ضاغطين عليهم، يعملوا معامله قاسيه جدا، خليتهم ان هم بقوا عليهم يعني الضغط علينا احنا، اللي هم شايفين ان احنا بنعاملونا كويس وهم مش بيعاملوهم، فده خلاهم ان هم يتعاملوا معانا بطريقه اكراميه. كان كلها اسلوب في التفكير، ما حصلش اي حاجه غير كده. كان في مسؤولين كانوا خايفين علينا وبيتعاملوا معانا كويس. هتنزلي مظاهرات تانية ايه ولا لا؟ هتنزلي مظاهرات تانية ولا لا؟ ان شاء الله نازلة. بالنسبة للعفو، احنا مش محتاجين اي عفو، احنا كنا مرتبطين مبقاش لينا قضية ابراهيمية، احنا كنا سايبين ان احنا عبرنا عن العفو ده. لو حد ابراهيمي هم ادوا العفو للسياسة الاقليمية وخلصنا سنة قضايا للدولة، اما احنا ما عملناش حاجة غير ان احنا عبرنا عن رأينا في المنطقة السياسية. فهم اللي طلبوا لنا العفو لانهم هم اعتدوا علينا، هم اللي اغتالونا وضيعوا جزء كبير من مستقبلنا. اللي ضغط علينا نفسيا جامد قوي، احنا كل اللي احنا عايزينه ننطلق بحريتنا من المنطقه السلميه من غير اي ضغوط. احنا مش خايفين جدا، مش خايفين اساسا من الحكم بتاع 11 سنه، لان مفيش حاجه مش معانا. احنا بنعبر عن راينا وشايفين ان ده صالح البلد، ان شاء الله يعمل نظام الحالي، واللي احنا شايفينه ده هيبقى غلاب هيفضل.